لنحب بدنا عمر هالشي مو قدرتنا حبر الهوى نشي بأول سطر صفحتنا الحلا ما بيكتمل إلا الغرام زينتنا خلونا نعيش الحب ما ننسى بسمتنا حنان الأم يعم يغمر كنتنا ما بدنا لحظة هم تعكر صفوتنا الحب أحلى شي بينور دنيتنا طويل طريق العشق وشو ضيقة خطوتنا أمي لقيت موبايلها موبايل شريهو؟ ايه موبايلها هلأ لقيته كان تحت المخدة ونحن طول الوقت عم نحاول ندق له هو هون يعني نسيته بالبيت مثل العادة يا ترى هي نسيته ولا كفيري بس توصل شريهو قلي لا تجي لعندي اليوم لازم احكي معه من هلأ ورايح ما بقى اسكت له مين عم يتصل؟ ما بعرف يعني مو طالع الاسم الاتصال من رقم غريب شو رأيك رد وشوف مين؟ لا لا تردي ما بصير نرد على تليفونات غيرنا بس بلكي شريهو هي اللي عم تتصل كيف يعني؟ قصدي بلكي لأنه نسيانة موبايلها تكون هلأ عم تدقلنا من رقم شي حدا خايفة يكون صاير معها شي وعم تتصل فينا لحتى تخبرنا ممكن لكن رجعي دقي للرقم نفسه يلا فورا رح دق أمي رجع دق مرة تانية هاتي أنا برد أيه شارة شو لسه ما وصلتي؟ ألو شارة بدي أطمن عليك إذا وصلتي ألو شارة ألو ليش ما عم بتردي شوفي ألو شو شبكي ليكون في حدا جنبك حماتي جنبك يلا اطلعي ايه هذا هو صار الشيء اللي كنت خايفة منه عن جد ما عم أعرف شو بدي أحكي ستي اسمعيني شو هاد اللي عملته شريهو هاد اللي عملته اسمه جنان ليش ما بدها تفهم لازم تهدي شوي طولي بالك من شان صحتك أنا منيحة لا تخاف رح نلاقي حلاتك لهم بس المهم انت لا تضايقي حالك رح نحاول نحل كل الأمور منيحة ما فيني شي
ألو؟ إيه أنا أبوها. إيه أكيد، أيوة مزبوط، أنا اللي عملت هذا الشيء. حتى أني اتصلت أكثر من مرة بس كان الخط ما يعلق. ألو؟ لو سمحت اسمعني، قلت لك أنا أبوها، فهمني. إذا بتريد بدي حاكيها. لك شو أنت ما بتفهم؟ أنا آسف، أنا آسف، أنا ما بعرف شو صار لي أبداً. إذا بتريد اسمعني، في مجال تعطوني أحكي معه شوي؟ ضروري إني أحكي معه. شو؟ هي اللي قالت هيك؟ متأكد إنه هي قالت لك ما بدها تحكي معي؟ لا هذا الشيء مو معقول. أكيد في سوء تفاهم صاير. إذا بتريد. شو عم تبيع فستق؟ أعطيني شوي. بس لحظة واحدة، أنا كان بدي ألو ألو تفضل. عفواً، شو أنت عندك هواية إنك ترمي الوسخ بالطرقات يعني؟ وأنت شو؟ عندك هواية تحافظ على تابة الشارع ونظافته؟ كأنك مو من هون، شكلك مو متعود على العيش بهالبلد. قال شو؟ نظايفي؟ هذا الحكي بتعمله هنيك مو هون. قال شو بيقول المثل؟ انت وقت اللي بتكون بروما لازم تعمل مثل الرومان، وانت بس تكون بهالبلد تصرف مثل اللي عايشين فيها. هذا اللي ناقص تعلمنا النظافة. ليك عطيني كمان. شو؟ مو على أساس رح تجيبي قراشة ريو؟ لا لا مزبوط، أي رحت منشان جيب القرع، لأن جنفي قالت لنا إنه جاي على بالها. أي منشان هيك رحت لأشتري لها قرع، قلت منشان لحق أطبخ لها إياه. أمي، هذا المحل اللي جنب البيت ما لقيت عنده قرع. هو عنده بس مو منيح. منشان هيك اضطريت روح على محل بعيد، بس كمان ما لقيت عنده قرع ظريف يعني. منشان هيك بعدت أكتر كمان ورحت على السوق، قلت بلكي هونيك بلاقي، بس كمان ما لقيت هنيك. امتى رجعت بسرعة منشان ما أتأخر، حتى رجعت بتاكسي منشان ما في شي. عادي. لا أمي، ما فيني أقعد جنب حضرتك بنوب. شريو، ما في داعي للتمثيل هاد، عدي. لا أمي، أنا معقول مثل عليكي يعني؟ عن جد أنا بحترمك، ما قعدت جنبك لأنك كبيرة وأنا مالي قيمة. أنا دائماً بحس جنبك إنه مالي أي قيمة أبداً. عمتي اهدي شوي، خلينا نتفاهم ونحكي بالموضوع. بس شري، أنا لهلأ ما عم بعرف شو عاملة. أمي ليش عم تطلعي فيني هيك؟ متضايقة مني؟ شو عملت؟ ليكي ستي، أنا رح أحكي مع عمتي بالموضوع، بس حابب نحكي جوا. استنى شري. بدي بالأول تحكي قدام الكل شو شعورك ناحيتي. والله أنا بحبك كتير أمي، عن جد بحبك. معقول بتشكي بهالشي؟ أنا بحس بالدفء والحنان وأنا معك. أه
شو صاير لك أمي؟ شو لازم أعمل لك يعني لحتى تصدقيني؟ لا تعملي لي شي شريو، أعملي لحالك. طلبت منك مرة تعملي شي مشان مصلحتك وما عملتي اللي طلبته. أنا ما سمعت كلمتك؟ لا مستحيل أمي، أنا ما بعمل هيك، يعني إذا عملت شي بيكون مو عن قصد. أمي أنت بتعرفي أني أنا بنسى، يمكن كون نسيانة شي مو قصدي، سامحيني رجاء. لو موضوع غير هاد كنت قلت يمكن شريو نسيته، بس هذا الموضوع بالذات ما بظن انك تنسيه ابدا، مستحيل تنسيه. امي ليش عم تتعاملي معي هيك؟ قولي لي. طيب فهميني انا شو عملت؟ صرخي بوشي، اضربيني كمان، اعمل اللي بدك اياه فيني، هذا حقك، بس المهم افهم. مو لانه حقي، عملت هيك لاني بحبك وبخاف عليكي. طيب ليش؟ امي خلص بوعدك اني ما بقى اعيد هالشي ابدا، رح اسمع كل كلامك وما رح انسى شي. صدقيني يا امي انا بحبك كتير عن جد، حتى بحبك اكتر من حالي، وحياة لك اسمي كانت، لاني امي فهميني، والله مو متذكرة شو اللي عملته لحتى عم تعملي هيك معي. ليك في عندك مي؟ لا في فستق، تاخد؟ لا اسمع لقلك، جيب لي مي، متضايق كتير، بطني واجعني، ما سمعت؟ يلا روح جيب لي مي. روح انت جي. كيف؟ شو عم تقول بالله؟ يلا روح جيب مي. ما بقى في اتحمل، كله منك، اتصل بالشرطة. ليش الشرطة؟ عم تسأل ليش؟ لأني بعد ما أكلت من الفستق تبعك بطني وجعني. الله لا يوفقك، شو عملت فيني؟ شو اللي عم يصير معي؟ هالفستق منزوع يعني؟ شو؟ انت في بعالك شي؟ شو دخلني انا؟ حدا بياكل كل هالفستق مرة واحدة؟ ما كان فيك تقلي هيك من قبل؟ ولا اذا الواحد بيضل يشتري بتتركه؟ المهم تبيع، وصحة العالم مو مهمة عندك. زاد الوجع كتير، ما عاد فيني، حاسس اني رح اموت. اعطيني دواء او خدني على المشفى بسرعة. بالاول معلم حاسبني بالفستقات. بدك كف على وشك، ولك انت ما بتستحي. ها؟ شايفني مريض وعم تطلب مني مصاري، معقول؟ قلبي خلاص بلش قلبي يوجعني. شباب على شو عم تضحك؟ فيك تقلي؟ لا ابدا ما في شي بيضحك، رح اعطيك دواء لانه انت صابتك نفخة. ضيع امسك هاي مي، طول بقى. استنى خد الحبة. يسلموا، شكرا. العفو، بس لا بقى تاكل كل هالقد، تأذي حالك. صح اكلت كتير، بس مو الحق علي، كل الحق على هذا البياع. المهم عنده انه بس يبيع، بصير هيك؟ شوف بلا حكي فاضي، ها صار لي ساعة عم حاكيك بالذوق، يلا ادفع اللي عليك. ادفع وكمان بدك مصاري؟ ها شوف اتفرج، هذا الزلمة ضيف عنا، بيصير هو اللي يلم الورق؟ تعال يلا لم بداله. انت اللي اكلته ورميت الورق ولازم انت اللي تلمون. لا تكتر حكي وحاجة تجادلني، يلا لم الورق خلصني منشان حاسبك بعدين. خود هاي المصاري. تقول الواحد عم يشحد ونشحادة؟ نعم. عم قول بدك في السوق كمان؟ لا ما بدي. يا سيد لسه معك من حبوب الدواء؟ لأن لساتني موجوع والله. يعني ما خف الوجع بنوب؟ بس شوي. ما بصير تاخد حبة تانية هلأ؟
الدواء بده وقت لياخد مفعوله، وتعود انه اي شيء بتاكله لا تكتر منه بيكون احسن. يعني امي كانت دائما تقلي هيك، وهلا ما بعرف اي شيء عنها ابدا. انا امي من الاساس ما كانت تقلي شيء، لانها كانت بتعرف انها ما راح تستفيد ابدا، كنت عنيد. لهيك خسرت كل شيء. انا تجوزت مرتين وكمان ما كنت اسمع من نسواني. صحيح، تعرف امتى بيروح الوجع؟ بده شوية وقت. ها؟ كل شيء بده وقت ليعطي النتيجة اللي بدك اياها، لازم تصبر شوي. بس شوي صغيرة. وهي كمان نصيحة امك؟ ايه والله، هيك كانت تقول امي دائما. عرفنا انك عم تروحي تشوفي لاكسمي كانت. لا انا ما عم شوفه، ما نكون مصدقين، انا ما عم شوفه. قلن احكي اي شيء، قلن يصدقوني، انا ما عم شوفه. خلاص عمتي، لازم تقولي الصدق. أنا اليوم بعيوني شفتك مع جوزك بالشارع. عمتي لا تفكري إنه في حدا منا زعلان أو متضايق منك أبدا، وحتى كمان صدقيني ما حدا رح يسألك عن شي. كل القصة إنه نحنا خايفين عليكي. عمتي الشي اللي صار معك بالماضي ما بدنا ياه ينعاد بنوب، ولا بدنا ترجعي تعيشي نفس التجربة القديمة وتتعذبي من أول وجديد. إيه؟ أنتي فهمتي شو قصدي؟ مظبوط امي، انا وياها عم نلتقي. بعرف اني كذبت، شري هو بحاجتنا عن جد، كتير عم بزعل عليه، قاعد لحاله وحيد ونحن كلنا عايشين هون مع بعض ومبسوطين. يعني لإمتى رح يضل عايش لحاله هيك شري؟ هو بحاجتنا. هاي مو مشكلتنا شريو، نحن مو قالة تلبي له طلباته إمتى ما بده، وبس تتلبى طلباته رح يتركك ويمشي. مستحيل، صدقيني أمي مستحيل يعمل هيك. كم سنة صار لك بتعرفي؟ خمسة وعشرين سنة؟ مع هالشي أنا بعرفه أكتر منك بكتير، صرت بعرفه كتير منيح، أكتر ما هو بيعرف حاله. إيه صح كلامك، بس هو تغير كتير. هالحكي نحن سمعناه منه كتير من قبل، كل مرة بيعمل هيك بعد ما يعملنا فضيحة وبعد ما يصير مشكلة كبيرة بس يرجع لعقله بيقول أنا تغيرت. ما هيك شريو؟ لكن ليش لسا بتوثقي فيه؟ شريو انتي طيبة، ومشكلتك بتوثقي بالناس فوراً، ولأنك هيك عم يستغل طيبتك. وانتي لازم تنتبهي وما تسمحي له يستغلك أبداً. أمي بترجاكي لا تحكي هيك، قلبي بيتقطع وقت بفكر أني رح بطل شوفه خلص. بعرف إنه عواطفك وحبك إله مو بإيدك شريو، بس لازم تعرفي إنه هو ما بيستاهل كل هالشي منك. ومشان هيك ممنوع ترجعي تشوفي لاكسمي كانت مرة تانية. أمي بس ما بقى بدي نتناقش بهالموضوع. تذكري إنه حتى شري ما سامحته وقت كذب علي، وإنتي نفس الشي.
من هلا ورايح ممنوع تطلعي برات البيت الا باذني. حتى خضره لا بقى تشتري. واذا بيوم من الايام فكرتي تطلعي من البيت لا تفكري انك ترجعي لهون ابدا. امي لا تعملي هيك. امي الله يخليكي اسمعيني شوي. طيب امي خليني اشوف رجاءً. الله يخليكي. اختي شوفي بكفي. استني شوي. ايه شو رأيكم باللي صار؟ بصراحة أنا مبارح كتير انبسطت من أمي. وأنا؟ ايه والله توقعت الخالة رح تعصب كتير ورح تخانق على شريو. استغربت كيف حكت معها بكل هالهدوء. وأنا كمان يمكن كلامي ما يعجبكم، بس شريو كانت عم تحكي بغباء وما بعرف كيف سكتت لها. كلامها كله كان بلا طعمة، يعني حسيتها عم تصف الحكي. إذا أنا مبارح عصبت من أسلوب حكيها، يعني ما بعرف أمي كيف قدرت تتحكم بأعصابها. عادي، هاي هي حماتي من أول ما تعرفت عليها، يعني ما عملت مع شريو أي شي غريب، لأنه بكل المشاكل والخناقات اللي صارت بالبيت وبرا صوتها بحياته ما علي على حدا. دائماً بتحكي رأيها بكل هدوء وبرواء، كمان ما بيعلى صوتها نهائياً، واللي عم يحكي معها بيضل صوته عالي. مزبوط هالحكي، حتى مبارح عملت هيك، سمعت شريو للآخر وبعدين عطتها رأيها. انتو مبارح اقتنعتوا بالشي اللي حكيته شريو؟ لك طبعا لا، كانت عم تحكي بطريقة غبية. فعلا انا ما فهمت شي من اللي كانت عم تقوله، يعني كان حكيها مو منطقي بنوب. مزبوط، عن جد كلامها مو منطقي. فعلا، بعدين نحن شايفين ومنعرف سلوك لكسمي كانت كيف كان، وما عم صدق انه شريو عم تدافع عنه بعد كل هالشي. ايه والله معك حق، كلنا منعرف كيف كان يتصرف، ومستحيل حدا يصدق انه واحد مثل هاد ممكن يتغير. صحيح بتتذكروا لما كان يحط بباله شي شغلة شو كان يعمل؟ كان يبطل فيه براسه عقل وما يعود يشوف حدا نهائيا، وحتى بالشغلات الصغيرة ما كان يسأل عن حدا أبدا، يعني حتى على مستوى الأكل كان يأكل وما يسأل إذا غيره أكل أو لا. ولسه إذا بتتذكروا كان يعمل شغلات تانية أسوأ، صح؟ إيه، وفوق كل هاد كان يقعد وينصحنا، كان يقول كل واحد لازم يفكر بحاله، واللي بيقهر كان يفتخر بحاله إنه هيك، وهذا كله كان جوات البيت، وبرا يعمل حاله مصلح اجتماعي وما في منه. إيه والله، تتذكري نرمادة؟ المرة إجا على باله يتبهور قدام رفقاته عأساس شو؟ بده يساعد الفقرة، أم أخذ نص أغراض البيت. إيه والله أمي عصبت منه وقالت له روح اشتغل قبل ما تتبرع. عن جد مو طبيعي، كان معيشنا بالمشاكل على طول. حتى شريو وقت اللي كانت عايشة معه كانت كتير تعاني، ولسه عم تدافع عنه وعملت كل هاد لحتى تشوفه. عن جد ما عم بفهمها، يعني عن جد هالبنت غريبة، حتى لو كانت بتحبه هي كيف قدرانة تأمن له؟ بحسها لشريو ما بتفكر. صحيح، نحن نسينا شغلة، مين رح يجيب الخضرة؟ أنا ما فيني استلم شي فوق شغلي. اندو منيح ما حكيتي هالحكي قدام جنبي. شو كانت قالت عليكي؟ كانت قالت إنه أنتي ما بتعرفي تشتري خضرة ولازم تتعلمي، مشان هيك من اليوم ورايح لازم أنتي اللي تشتري الخضرة. طيب مثل ما بدك، مو مشكلة إذا مو حابة تحملي هالمسؤولية. سارو شو رأيك نعمل دور أنا وأنتي للخضرة؟ لأنه الباقي عندهم شغل بالبيت. منيح؟ طيب ماشي. اسمعوني وافهموا علي كتير منيح، من هلأ ورايح شريو لازم تضل تحت عيننا.
شو قلتي؟ يعني رح نراقبها؟ اسمعيني، نحن ضروري نعمل هيك، بهالطريقة رح نساعدها. لأنه شريوة عم تغلط بحق حالها، ونحن المفروض إنه نمنعها، مزبوط كلامي؟ لهيك لازم كلياتنا من اليوم ورايح نضل نراقبها، حتى بالليل لنشوف إذا عم تروح ولا لا. اتفقنا؟ شو اتفقنا؟ شو عم تعمل لك سميكان؟ لا رجاء لا بعدي عن خلص ستي. ستي شبكي؟ تذكرت الشغلات السيئة اللي صارت معنا بخصوص جوز عمتي؟ عقولنا على طول بتحاول تنسى الذكريات البشعة اللي صارت، بس الحقيقة نحن ما مننساها أبداً، بتضل موجودة، ما بترضى تروح، لهيك بترجع من جديد. طيب شو بتحسي وقت بترجع هالذكريات؟ ما فهمت قصدي، شو بتحسي وقت بترجع لك ذكريات جوز عمتي؟ المشكلة إنه ما في ذكريات حلوة لأتذكروا فيها، مشان هيك وقت بتذكروا ما بحس غير بالحزن والوجع جواتي. ولهلأ بتحسي بنفس الوجع القديم؟ لهالدرجة مأثر فيكي الشي اللي عمله؟ جنفي ما بتعرفي شو كان يساوي، مالك بصورة الوضع، كان يأذيها لعمتي كتير بتصرفاته وبكل شي، ما بقدر سامحه أبداً على اللي عمله فيها، وما حدا رح يسامحه أكيد. طيب يمكن يكون تغير هلأ؟ لا جنفي، كل الناس ممكن تكون سيئة وتتغير، بس إلا هو مستحيل يتغير. كل شي كان يعمله بحياته غلط، حبه لشاريو، شغله، رفقاته، كل شي كان غلط، حياته ما كان منيح. أما الطيبة والأخلاق هدول ما بيعرفهم أصلاً، وأنا كرمال شاريو كنت غض نظر عن شغلات كتير، لأن شاريو كانت تحبه وما كنت تحب شوفها زعلانة، بس شوي شوي صار يزودها كتير بتصرفاته، ومعاملته لشاريو آخر فترة كانت أسوأ شي عمله، وهذا الشيء اللي مستحيل اقدر سامحه عليه لاخر العمر. تتذكر شو كان يعمل شري؟ بتعرفي ستي انا ما بقدر اتذكر منه شيء ولا شكله، قصدي مثل ما قلتي انه عقولنا على طول بتحاول تنسى الذكريات اللي ما منحبها، يمكن لهيك ما بتذكره. في شغلات كتير ما بنساها، ما بقدر انسى عمتي وهي عم تبكي وخايفة حدا يشوفها بهالحالة. بتذكر، ايه بتذكر وشها من الضرب كيف كان مورم، وانا وصغير مرة سألتها
عمتي ليش هيك وشك مورم؟ ما بتصدقي شو جاوبتني بهداك الوقت. قالت لي الليلة الماضية كنت نايمة واجا شخص بالمنام وضربني على وشي. قام أنا عصبت كتير وقلت لها أني رح أجي بالليل ورح أضربه لهالشخص المجرم. وبعدين صارت تبكي كتير وتقلي لا أشري لا تقتله، لأنك إذا قتلت هالشخص أنا رح موت. قالت هالشخص هو كل حياتها. وقتها ما كنت أعرف مين هالشخص هاد. مسكينة شريو. ستي أنا برأيي نروح ونحكي مع عمتي شريو لحتى نقدر نساعدها ونطالعها من هاي الحالة اللي هي فيها. هالشي ما بيفيد، لأنه قلبها كتير طيب، ما لازم نتوقع منها تكون قوية بموقف مثل هاد. في كتير رجال بيتحكموا بنسوانهم بس لأنهم طيبين. قليلي كيف ممكن تفهمي وحدة مثل شريو معترفة إنه جوزها غلطان وبتقول هو كل حياتها؟ اللي لازم نعمله إنه نخليها توثق بحالة أكتر من هيك، لأن هي مقتنعة بإنها مرة ضعيفة كتير وبتحس حالة بشعة، مع إنه هي مانا هيك. ستي أنا معك بكل اللي عم تحكي، ما لازم نسمح له يخرب حياتها من أول وجديد، ولا رح نخليه يفوت هالبيت. ما رح نسمح له يخرب حياتنا، ولازم نوقف مع عمتي وما نخليه يأذيها. لازم نعمل هيك. بس عمتك شو؟ بلكي عملت لها شي شغلة بحالة بسبب حبها إله. لا ستي انتي لا تاكلي هم، ما رح يصير شي. جنفي انتي ما بتعرفي قديش هالزلمة سيء، ولا بتعرفي قديش شرايو بتحبه، بس هي كتير طيبة ولهلأ ما عم تعرف شو الصح، وانا عن جد خايفة عليها كتير. واذا من اليوم وطالع بتفكر تشوفه ما بقى في إلا فوتي على هالبيت أبداً. لا ستي مستحيل تعمل هيك، مشري قالك إنه رح يحاكيها. خلص لا تقلقي أنتي. كيف فيني ما أقلق على أطيب وحدة بناتي؟ جنفي أنا ماني أم قاسية، بس لو أعرف إنه رجعته ممكن تكون فيها مصلحة شريو حتى لو شوي صغيرة، بس كنت من جهتي سامحته وخليته يرجع على البيت. ايه بس هو على طول بيكذب عليها، ويلي بيستهين بأي بنت وما بيحترمها ما قاله مكان بهالبيت أبدا. شريو كتير طيبة وبكلمة حلوة بس بتنسى كل شي. بدها أم حنونة. بس هي شايفتني أم قاسية كتير. احكوا معا انتو بلكي يعني تسمع منكن أكتر. جنفي روحي، وقت بده شري يحكي معها لازم تكوني انتي موجودة كمان. ماشي ستي. يلا بسرعة روحي.
شوفي أنا مقدر الشيء اللي أنت عم تحسي فيه. لا أشري، كلامك مو صح، ما حدا منكم رح يقدر يحس فيني. طيب احكي لي. حكيت لك، أنا اعترفت قدام الكل إني رحت وشفت جوزي برا، وأنا هلأ جاهزة لأي شيء. يلا روحوا إلا لأمي، أنا جاهزة لتحاسبني. لك القصة مو هيك يا عمتي، فهميني، ما حدا فينا طلب منك تحكي ليش عم تروحي تشوفي جوزك بالسر برا، ولا أنا. بس حتى لو ما حدا حاسبنا ما لازم نعمل أي شيء بيخطر ببالنا، في أمور لحالنا من بعيد عنا، اللي صار بالماضي ممكن يرجع يصير بالمستقبل، ولازم بهالطريقة تفكري. ما بدي فكر بشي شري، مو جاي على بالي فكر بأي شيء ممكن يضايقني، بس عم فكر راسي عم يصير يوجعني كتير، خلص ما بدي فكر بشي. طيب ليش قولي؟ ها؟ ليش عم تتضايقي؟ لأنه أنت ما عم تقدري توصلي لأي جواب بعد ما عم تفكري بالموضوع، مو هيك؟ شوفي عمتي، أنت الوحيدة اللي بتعرفي قديش هو كان سيء بمعاملته معك. نحنا كنا عم نتفرج من بعيد، بس أنت اللي تعذبتي. هالشي صار من زمان وخلص، يعني ما بقى يتكرر، متأكدة. المفروض نتعلم من التجارب اللي مرينا فيها. شريف فهمني رجاءً، كان سيء معي صح، بس هذا من زمان، وهلأ هو ما عاد هيك، هلأ هو صار يحبني عن جد. شري أنتوا لازم تصدقوا إنه هو تغير، وهلأ محتاجنا. هو عم يكذب عليكي. عم قلك إنه تغير. شري شري اسمعني، روح اقنع على أمي، انت بس إلا تخليني شوفه حتى لو كان برا، مو مشكلة، لأنه هو بحاجتي هلأ. عم تقولي لي ليش لحتى هلأ يصير بحاجتك؟ فيني افهم؟ انت ما بتقدري تقدمي له شي. صح، بس بتعرف ليش ما بقدر أقدم له؟ لأنه هو ذكي كتير، بس أنا مو ذكية أبدا، ومنشان هيك كان يعصب مني، والواحد لما بيعصب ممكن يعمل أي شي. صح، منشان هيك كان يمد إيده علي، وهلأ هو عم يعترف بغلطه وعم يعتذر كمان. لو سمحت قول لأمي. شو بدي إلا يعني؟ فهميني شو لازم أقول؟ ستي لما منعتك تشوفي جوزك من شانك أنت، مو من شان أي حدا تاني، وأنا ما عندي أي ثقة بالكلام اللي عم تحكي عنه، لأنه مشاعرك تجاهه هي اللي عم تخليكي تحكي هالحكي. شوفي أنا ما قصدي أقول إنه أنت عم تكذبي، بس على حسب ما بتذكره لما كنت صغير ما بتصور ممكن يتغير لهالدرجة مثل ما عم تقولي. عمتي اسمعيني، أنا مو خايف غير إنه يرجع يعذبك ويضربك مثل ما كان يعمل من زمان. شري حتى أنت ما بدك تسمعني؟ طيب شو بدي أعمل بحالي؟ وعديني عمتي، وعديني إنك خلص ما بقى تحكي معه ولا تطلعي تشوفي. يلا عمتي وعديني. خلص شري، شو صار لك انت؟ شو عم تقول انت؟ ليش عم تضغط على عمتك كل هالقد؟ جنفي انا بعرف منيح شو عم ساوي. عمتي بترجاكي تشوفي عمتي، انا ما عاد عندي اي خيار تاني، من شان هيك بدي اخذ وعد منك. بغلاوتي عندك عمتي، بغلاوتي عندك، وعديني إنك ما عاد تشوفيه من اليوم ورايح، ولا عاد تتصلي فيه أبدا. يلا وعديني بهالشي هاد عمتي. وأنا كمان بوعدك إنه ما حدا رح يراقبك، لأنه أنا بوثق فيكي، بس توعديني. شري اللي بس انت، ليش هيك عم تعمل فيني؟ لاني بحبك وبعرف انه انت كمان بتحبيني، من شان هيك عمتي انت ما لازم ابدا تخلفي بوعدك الي. اوعك تفكري للحظة انه انا ما بحبك. ماشي، انا هلأ عندي شغل، بعدين بشوفك. Na 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 na
إندو تعي الشاي جاهز. يلا جاي. كفيري يسلمون. شري أنت ليش مستعجل هيك؟ بدي روح على المكتب. طيب افطار بالأول. أمي لا هلأ ما بدي. ليش؟ لأنه أنا عندي اجتماع بكير. شو شري أنت رايح؟ استنى حطيت لك غداك خده معك. لا لا ما في داعي. دقيقة جاهز. شري ما بصير تروح من دون ما تفطر. أمي يسلم وصدقيني مو جوعان. شري قلي شبك؟ أنت منيح؟ قلي صاير شي مزعلك؟ لا ليش لحتى أكون زعلان يعني؟ شري أنت متوتر مشان شريو؟ لا مو هيك بس بصراحة يعني أنا فهمانة عليك. أنت خايف كتير من هالقصة وكلنا بالبيت متضايقين من قصة شريو بس أنت ما في داعي تضايق حالك بنوب. إيش ما تفكر بالقصة كتير أكيد ستك رح تتصرف. أمي أنا خايف على ستي كمان مشان هيك أنا بعصب من شريو بتخلي الكل يتوتر يعني معقول هي ما عم بتشوف حالها كيف عم تتصرف حتى ضايقتك. شو فكرة حالها عن جد أنانية وما بتسأل على حدا. إيه عن جد وصايرة ما عم تركز بشي أبدا. أكيد ما رح تركز طول ما هي عم بتقابله بيكونوا عقلاتها طايرين بس ما بيصير المفروض تكبر عقلها شوي. إيه والله شريو صار لازم تفهم مصلحتها بقى لأنه اللي عم تعمله ما بيصير. يعني وقت كنا نحنا معها هون كان يعملها بطريقة سيئة عن جد ما عم بقدر بتخيل كيف ممكن يكون وضعها إذا ظلت لحالها معه. معقول نسيت شو عمل فيها بهالبساطة؟ عن جد ما أنا طبيعية. لك عن جد كيف قدرت؟ أنا بس أتذكر هديك الأيام بتضايق وبينهز بدني كيف هي قدرت تنسى؟ مزبوط كان على طول يرجع على البيت شربان ويخبص بالحكي ويكون رفيقه عم يستناه ولما يكون صحيان يقضي حكي وشوفة حال. أنا رح أعمل هالمشروع ورح يطلع منه هالقد ومن هالحكي الفاضي. مزبوط وآخر النهار ببلش جنانه. مرت أخي تتذكري مرة من ورا جنانه اضطرينا بالليل نتصل بالشرطة مشان تاخده؟ يعني هلأ رجع ورجعت ذكرياته معه ما صدقنا نسينا. أنا متأكدة شريو رح تضل تقابله من ورانا.